تكون يعني ذاك الدقة اللي جبنا النتيجة أكيد بأن خدات منا خدات منا أكثر أوسي سيكو اللاعبين اللي كانوا خداو يعني الإيقاع ديال المباريات جوج منهم يعتبروا أساسيين منهم تولي من زريدة عندهم بطاقات واحد عنده مع بعض المباريات واحد دخل بطاقات ولكن اللاعبين اللي دخلوا بلاو البارح حسن كل لعبوهم خصوصا بالنسبة للاعب الوردي اللي كتعرفوا من الإصابة ديالو والعملية إذا يوم آخر مباراة فيها طنجرة أظن 1 مارس بالضبط من 1 مارس حتى اليوم شحال في الشهر 19 هذا ما جراش يعني المباراة الرسمية أكيد بأنه اليوم كان 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 وسط الميدان يعني قام بالطور ديال الحسن لا بلا حسن شفت آخر مطاف يعني يعطي أعطى الجزيرة كامل علاوة على الأصدقاء ديالو كلهم شفتوا حتى بالنسبة للاعب الباقي اللي كان الأدوار دفاعية وهجومية واللي ما حضرش في المباراة اللي فاتت وعطى دور كان يعني من اللاعبين اللي خلقوا مشاكل كثيرة بالنسبة للفريق ديال هذا المهم بأنه أصلا الفريق المحمدي وعرفنا بأنه قوته كتحسب يعني الهجمات السريعة والمرتدة على طريق بوكسوت عن طريق الوصلي وهذا الشيء كله يعني فينا في الشوطين الشوطين شفتوا بانه بدلنا تحتنا فرص التسجيل كانت زدت طعمت اكثر الجانب الهجومي باقحام جديده باش نضيف مهاجم ثاني في اخر مطاف ضغط كذلك بالنسبه لنا لاعب الهجا انتم شفتوا كل الاوراق ديالنا الهجوميه لعبناها وكنا قاب قوسين تسجيل يعني الهدف في اخر لحظات المباراه من قناه الضربه الرسميه ديال جبيره